الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية قدس الله روحه في النكاح: باب فيما يقال عند عقد النكاح. نكاح مركا لقنت جوح الأورني أي أبابي هي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسولك ألوح نبر بويري، خطبة الحاجة دنت خطبة الله أخريو يدعى الله أخريو نبر بويري رسولك صلى الله عليه وسلم. قفك مسلم كا دنك سوولي هاي وحال الربا مركو شيغان ايو وجيد ديسا يوحو يمد يوحو دون ايو إنه أولا كب الله مقع الله جل وعلا كد من النبي وكو صليه صلى الله عليه وآله وسلم. خطبة صوبر مركا صحابة وحيري: الحمد لله، اللهم هادس كلا نحمده، الله وانكم مهدينينا، ونستعينه وانك الموي ديسنينا، ونستغفره دنب دافنا الله وانك الدلبينا، ونعوذ بالله الله وحان كما قلينا من شرور أنفسنا نففيال كأن شرطه ذا كما قلينا إلا النفط هذا شر بيلاذا، ومن شر نفسي ومن سيئات أعمالنا أي أعمال شحن إن أنصمينا أي أن إلهي كما قلينا. من يهده الله قفك إلهي هنوني فلا مضل له عل من يسماله وألا قفك هنوني وهنون سيهي، ومن يضلل ألا قفك باديينا فلا هادي له قف هنون كرتماله. وأشهد وحنقري أن لا إله إله سنجر حق عابده إلا الله ألموي وحده كليجي لا شريك له عبادة ذي سنة وحوذا قماله. وأشهد وحنقري أن محمد النبي محمد عبده ورسوله إنو يهي سيدا سوى أخرين جري رسولك أنا صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة بري جري كدبنا وحو أخرين جري سيدا حدان آيادود وتقوض الله سبحانه وتعالى كشاكيني سودتك كبورين يسين إلهي كعب سدان. يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم ضضوا ألك يا أبو كعب سدا أليه إذن كأومي خلقكم من نفس واحدة هل نف إذن كأومي وأبونا آدم وخلق منها زوجها آدم نوح كأومي هو يذن حواء وبث منهما كدبنا كسو صاري لحدوضة أما اللبضوضة مركا الله سبحانه وتعالى وحكسي أبوري رجالا كثيرا ونساء لأن عرور بيدالين عرور تبا أولاد كلمركا سيدا لي رجالا كثيرا ونساء رقبا يهوين واتقوا الله ألمركا كعب صدا الذي أليه تساءلون به أضوح اسكوي دي سنيسان والأرحام سيدوك لنا رحم كينا كعب صدا مركا إحسان وسمعية أما إلهي كعب صدا رحم كأضوح اسكوي دي سنيسان. إن الله كان عليكم رقيبا اللوح هذا من مركا إذن كورقب وحد سمين إيسان رقيب كي هيو وإذن لصعضايو إذن دوريا سيدوك الآيات دنبو أخرين جري آيات آخر وحيكو جرتا سورة النساء آيات كلانا وحو أخرين جري: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كو إيمان كاللغه يلو إلهي كعب صدا حق تقاتي عبسي ديسا تنغو حق نمضى بضان ولا تموتن هجيرونين وهدمانين إلا وأنتم والحال إذنكم مركا مسلمون آتهن موي إذنكم مسلمين جيريودا أنبياد إلهين الله جل وعلا وحي كبر يجرين أولادو ذا أي أدر دار مجرين إن الله سبحانه وتعالى إسلامك وكدلو سيدوك لرسولك وحو أخرين جري: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كو إيمانك لقيه ليو إلهي كعب صدا وقولوا وحات رهضان قولا سديدا هذا الوناكسا أو عدلا
هذا وحكو هالليسان عدالتكو هالل جور يظلمي هكو هاللنا سيدا هذا سميسان وعدالتكو هالشان فوايدا بعد هاليسان يصلح لكم أعمالكم اللي أعماشي نويدين هجاجين ويغفر لكم ذنوبكم ذنبيذي إن نويدين دافي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وفكي مركا الله سبحانه وتعالى أطيعي رسول كيسا ليبان وين بو ليبان يا آيادها سواخرين جري فعلى كل حال قفك مركا حاجة كسؤولية هاي وحل الربا إنو خطبة كفر فرطة خاصة النكاح قفك مركو سمين أيو وقاضيق أي هاي وحل الربا حمدك إنو لي مادو آيادها أنا أخريو عن أبي هريرة وحل قوري أبو هريرة إنو يري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللوحوها حديث كاس ابن مسعود الأربعة أهل سنن باوريي أبو هريرة وحي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحوها إذا رفأ إنسانا قف مركو مركو تهني يدين أيه رفأ وحلدها أي هنأه ودعا له إذا رفأ الإنسان قف دو مركا تهني يد أدر أيه وإذا تزوج قف صوغور سدهدو او تهني يدين أيه قال وحو رنجري بارك الله الله بركي لك أذيك وحق عنت هذا صوغ لي زوجة إله بركي وبارك عليك دوشا ذانا بركي وجمع بينكما اللي دحذي إنها كوك الميو في خير خير دحذي إنها كوك الميو مركو هوري قور كسيدة الله حريا تقوى إلهي يمقعي إلهي بالغو باللابي عقدي مركو دعو لبدي قفل سقورينا وحلدونا يا انتهن يد لو ديرو هدي تهنية ما هويل يعانى إيو قبر إيو قيل ين لقب الله ومركا يأري وين قفك سيدان لوغو دعيا يولدها بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير الترمذي بحديث سوصاري وحديث حسن أو صحيحة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحويري إذا تزوج أحدكم رأى قفكين هدو هوين قرسدو أو اشترى أما وسو يفسدو خادما مدوا أذيقا فليقول دعذان هكو دعيستو مثلا ليلة الزفاف هبينك قفك وقري قليو وقبض الله كان وحي الله سمين لها ويان وسمين لها إلا قبضي ولا مهريي حفلة دي بالله عني والله دعي وحكو حيقا سوماها قبضي إن لقوك يانا لقوسو قري قليو محال لقو أرنيا قبضي مركز سيديد سو دوين إيسان وصو دوين إيسا قريقا محال لقو بالله بيا فليقول رسولك وحويري أي راهدو اللهم إني أسألك ربي وحن كويديسا خيرها قبضا لأيك يعني خير كذا كويديسا يا وخير ما جبلتها عليه يا خير كأتكو أبورتي وضنبا كويديسا يا من الأخلاق الجميلة وأعوذ بك وحن كاما قنقلي من شرها شرط إذا كان مجنجلي وشر ما جبلتها عليه يشرت أتكو أمطي إلا أن هذا من شرور أنفسنا صومانا الله نفط مركا شر بي الله دعي إلهي مركا كم مجنجل وإذا اشترى بعيرا هدو يفسدنا مركا رتي هدو يفسدنا رتي هدو يفسدنا فليأخذ حقبته بذروة سنامه كروس كيس باركيس قعنت سلاها وقبته وليقول هاي راهدو مثل ذلك دعاء سوكلي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه بأرنيا قبضنا مرك الله سوكلي فودو قبنيا سدوكلي وحال ربا قبض فود إن قبضه دعاء أخر سو آداب الزفاف مثلا وحا آدابتا قورك يقري قلك يا روسك وحا كتاب في عنك ألفي الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله جل وعلا كتابه حجر آداب الزفاف لقوم قعابوس في سنة المطهرة وحيابها وسوق قورينا يحاكم إذا قبدا مركا لقوك يعني فودت قبان إيسا دعادا بعد أخرين إيسا كدب لبرك عضوات باتوكان إيسان أذيقا إمام النقون إيا أو تجين إيا إلهي بادبري إيسان كدبنا بيها داد عبي كرتو وآتسين كرتو إنتا تذيقا عبتو إيادا أدول يبتوي في عانتها وحيابها مركا وحويان أو رنتي دسك بضان كودي كتقين اللي نروسي إذا أنت بدن واضح ركتين زمن كان وحكا دعا مركه ربا معاصبه لقب اللابي
معاسبة لغوسه جبجبين يا إلهي وحل دوني إن لغة عبصده إلا إن معوه يا نلي جل وعلا وكسيي تاسى الله سمعين يا مرتا. طيب ابن عباس وحويري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحويري لو أن أحدكم هدي قفكين إذا أتى أهله ريركي سمركو إيماد وعند الجماع ويان قبضي ولا مهريي ولو دعيي قبضي ولا غوغرو كاني سنودي واد مرتين واتو كتين بيات سيسي أدو حماشا كوحي وحويا وضدقن كي إن مركا فابتغوا ما كتب الله لكم إن الله سبحانه وتعالى وح حلال وكوقر قبضي إن أتكرت تتويان محاطمين إيسا مركا أهل كاغا مركا دونتو إن أدخير كراتتو إذا أتى أهله قفكين هدو دون مركا أهل كيس إنو يمادو قال هدو يرهدو بسم الله مقعي له بانكو بالله بيا إلا ونعم الله سبحانه وتعالى وكسيي لكن ذاتك قاركي هدو حلقي يبينينا كقارين اللهم جنبنا ربي ونقفوغي الشيطان ربي وشيطان نقفوغي وجنب الشيطان شيطان مركا كفوغي ما رزقتنا وحد نقول رزق ذي أولاد وحلق يا بها هبينك قبض اللقوك يعني إن المع لو قلنا وديع كرتا ذكر قتي والقو امتحانا هبينك أقوه الرئي قبض أروسك أقوه قلب وحلق يا بها إن المو على القلان وديع كرتا مركب وحلق ربا إن سنة الله سمعي سيدا صدورنا إيسا وجنب الشيطان شيطان كفوغي ما رزقتنا وحد نقول رزق ذي ربي يو. طيب إذا قضي بينهما ولد أو فقضي بينهما لحد هذا مركا لقدره ولد عنق هديها بينك الله قدره لم يضره شيطان أبدا ولي شيطان دي بمايو المها المفي عن بين قنيا هدي انت صعدان هدي الله صومري بل أننا نفتني أن حسابنا في رنو قفك السمركو قرسني أرمها مصومرني دعوين كامل لسوء أخري الحمد لله إن الحمد لله نحمده يا ذا قرآن كأ من نولد دعيي كدي مركان قبدا نولد قريك يعني مكو دعي سنة أرمها صوفو دم قبناي كدي مني رحاجة مركان كرتني بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا رسولك صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى وحن وكهالله هوى ماها ووحلو وحيو ذويان هديق لو قدر ولد شيطان مدبو يري متفق عليه ويان مركا حديث كان قبدا ما مركا اوه الرئيسة كليا دعادا اخرين ايسا روسكا مثل مركا الصوت خير كرادسو الا الماشا وحويان مركا تغير كاغا وح كراد سنيس عبادة اديسا في بضع احدكم هدا قفك اجر بالغسين صحابة واتين ليابين ويرها رسولك الله انك شهوانا هيسا انك قبنينا سيدي مركا اجرنا ولا سينيا ريك ان مركا لحاجونا رسول صلى الله عليه وسلم حوير بالكور رما هذا دم الحاران لا ادي له سو ذنب لو مقرن واسيدا سو كل حلال هذا لا ادي اجر بالو قري مركا مركز سو خير كان لراتنيو قفكه يوسن هلمامن ومركزتا الا مركا وخا لا يابا علم كل اله انو كو قدر ددكو هدا اسكو وينادان ومركا ما عرفتي وخا لا يابا ان اسكو هلمامان ومركا عصبيهين لو دادالو لكن مركزتا لو دادالو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا شردنا وما اسلامتي اني دليسو اني دليني هذا الماء بحذي هذا وان مركا دعاء الاخر ويان والله اعلم. في الولاده ايوب ابي هي علمه مركا دشان اله علمك قدري اسلامتي وارقادي علمه وسو دوادين وادشين محاسمين ايسا اوغ هريا. قال ابو رافع رضي الله عنه وحو يري رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي وحان أركيب يري رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أدكتي الحسن بن علي رضي الله عنه كآذامي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها فاطمة مركيد الشيء وحوقه الرئي المهم مركا لغصة ميني وحويان ولو آذامي بصلاة كآذان صلاة أوكل الله أكبر الله أكبر آذان كاساد مقشين إيسا وهو ذكرك أبوه الرأي هدو مقل قلبك سكما بحي توحيدك وكل قيا هدو يرسم بريحوها دا توحيدك سوء لندون إن شاء الله تعالى مركا وحا أبوه الرأي
ومنصدة مركة كتير أهضو مركة congratulations a baby boy or a baby girl ويل باكو داشة قبر بيكولوس أردي موكتة مركة وينة تدقن أردائي وآذانكي أتكل أردى سيدوك لسيدة سنضاء المها داي داشان لما مويديو مويل باكو داشة من سيقبر سيدة سنضاء عائشة وحويان خيركو هذا مركة المكو صبيران وحيديه جرت هل سؤال بويدين جرتي وحيديه جرت أخوليق سويا المهم عافمات طبعا المعافمات قبل مرضشين ها هذه اللي قلده هو الحمد لله رب العالمين بيده جرت ويلمية قبر مية الم هو أسكم بد الله الله سبحانه وتعالى وحوك السيو بقها اللغة آدامي الترمذي بحديث كسو صاري سيدوك لأمنا عائشة رضي الله عنها قالت وحي تيري رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللي وحوها يؤتى بالصبيان المه ويدشين رسولك الله كين جري يؤتى بالصبيان المه يربى الله كين جري فيدعوهم وحو قد عين جري بالبركة بركو قد عين جري اللهم بارك فيهم بوده جري ويحنكهم سيدوك لنا وأنقن جري أنقرن بؤس من جري رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم مركا المهم حاله أنقرن جري تمر يوح معان بالله ربان وحوقه الرئيان لصيه تمر هداد هلي كرت المهي مركا أوه الرئيس وحوقه الرئيان لدمين أيان شيء معان إنو يهي أيان مركا لصن أيان تحنيق مركا أنت لين التمر ثم تدلكه بحنك الشبي دم حنك المها أياد مركا تمر تسار إيسا عمر مرين إيسا المهي ويمود مصن أيان رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم علم المها كم إذا ويل أنصار بالله كياني تمرت بوقاضي أفكو أقليي ويل كيبا مركا تمرت آد أمود مبتصد رسولك ووقص لي وحوير أنصار معركيسان تمرت إذا وجعليهم ها تمر جعالك وضا المها يروا حد الله شيء بها تمرت سيدا أمود مبتصنا ييري صلى الله عليه وآله وسلم حديث أبو داود بصو صاري المها ولو أعدامي كدبنا أنقرن كيبا كحكتا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أوحو أمري بتسمية المولود عنق شيء إن مقع الله بحي يوم سابعه مال تتضباد بمقع الله بحنية المه وضوان قرسي تضباد مركي قاران وحال ربا مقعين أضو دورة ومقع في عن هو ناكسن ووضع الأذى عنه سيدو كالانا تماها إن لغا حيرو هذا إن لو أقول لي هددك مقراني والله أراني هدي المها تماها لغا محيرو حقوق دو دكو عياري سهدي الله دهانا وارين كالوويان لكن سيدو سنة دو حويان ووضع الأذى عنه مضع إن لغا حيرو مركا تماها لغا ديقو سيدو كالوحو حق أولي يهي والعق ما لن تتضباد إن عقيق لغا سمعيه والقل إن لغا سمعيه محال سمينا مالنت كواد مقعب الله بحين مالنت التضباط تمهنا والله حيري رواياتك لو حيت الماميان تمها مرك الله حيرو إن ميزان لصارو انت اين نقضان او ذهب ان لصدق استخدماس وصلنا ويانا حديث بسيدوك لك سؤالورتي والعق يسيدوك لنا مالنت التضباط حقيقة ايا الله سمينا يا قبر هديت هين هل نفو أربا لغا قورعي ويل هدوية هين لبا لغا قورعي الترمذي وحديث كسو صاريو وحديث حسن أويان المها دانا مركا لغوال قلن حاد عيا وحاد عيا حديث بقصو أروري المها دان لغوال قلن المها دي قريودان إنين كوشة في عينين إن المها ويدي منكران يوغو يربي دي منكران يوغو وين بي دي منكران سمورا ابن جند بوحو ليهي كل غلام مرتهن بعقيقته المكسة وحو حرحرين يهي ومرهون أويهي بعقيقته عقيقة ذيسا المهي نكوشة في عان يوم القيامة إلا المهي كوك يريوذي جنة لوغة ليسوما عقيقة مركوين لقد دالا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حديث باوحات وحوت الماما يعق عن نفسه عندما بعث النبي رسولك أن نفتي سوحو كقو رعي وكوال قلي مركي نبي نمي الله صوصاري صلى الله عليه وآله وسلم مركا تاسع للصمين المهي مقعو بحي وضع الأذى عنه يو العق سيدوك لي إن إلمه وحلق قورعه علماء قاركود مركا وحيكو دريان إن إلمه واختقاسوك اللي لقدو إيقنا ويلش إن لقدو الترمذي بصو صاري وحديث حسن وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللي
وحو أبحيي ابنه ويلكيسا إبراهيم أيو أبحيي ومقع عبدي مقع في عن الله بحنا إبراهيم باكمدا رسول كينا صلى الله عليه وسلم أبيه إبراهيم بو كسميي نبي الله إبراهيم آد بو جعلا وحيا وبضان ودينتي ونن سميننا ودينتي نبي الله إبراهيم إبراهيم بو أبحيي إبراهيم وحود انت استغير لحيتهم بلوجر ورسول صلى الله عليه وسلم كجير يوذي وكان مركا المي صلى الله عليه وآله وسلم ناس بو نوغي رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم وحو يري إن له مرضعا في الجنة جنة لوسي نوجين دونا هوين با لوغيني مركا جنة سي نوجي رسول كينا صلى الله عليه وسلم سيدو تلمامي إلا إن المهان يري يركا هدي غير يوذان هدا الله سبحانه وتعالى وإلى لنا يا ها أطفال المسلمين المها يري يري غير يوذا هذا وحا سيها يا نبي الله إبراهيم يسار سي إلى لنا يا حديث صحيح سيدو تلمامي أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردوهم إلى آبائهم يوم القيامة نبي الله إبراهيم يحاسكي سيبا هذا إلمه يريرا سي كورينيا قفكي إلمك جيريوذين مركا إلمهين لقوا القلال ربايا مركا مقعنا الله بحيو عنو قدوكا جيريوذي سيدوك لا وحو إلما أبحيي إبراهيم وإبراهيم ابن أبي موسى أبو موسى الأشعري ويلكي سنة إبراهيم بل لهجر رسولك أبحيي وعبد الله ابن ابي طلحه عبد الله ابن ابي طلحه الانصاري عبد الله رسولك ابحيي والمنذر ابن ابي اسيد قريبا من ولادته مركه دشين كدب رسولك صلى الله عليه وسلم مغعيدا ابحيي المنذر هذا مركه دشي كدب وتدبر كدب مركه علمه مغع الله بحنيا هذا ظهر اسي قادتي ندب ما لها وأدع عليه ستيلمها مركا مقع عين أضب حس مركا إبراهيم ومقعيدا مركا لجع عليه استويان وإلمها مقعيدا بيدا هدي الله بحيادا قاركوذو يسوقو فانايا وحيلي مقعيدا كتابكو كجراء أريكا كسو سار إلمي هدى مقع عن لهيلي إنينو صوماليا تقيل إيو هدان أبحنو يقولي إيو مركا هو مقعيدا سكفي عن لكن هدي ما أرقي حرسي إيو علمي ينتين لقي هلي لقي مسو هلي لكن إلمها إبراهيم هدى أضب حسو ما يقاك جرتا هذا قرآن ومركا تلمامي وحي نقول إيسا قرآن كي نجع لاذان مركا طيب قال رسول عبد الله بن عمر وحو لي هي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول قال لي وحو يري إن أحب أسمائكم إلى الله مقعيد الله سبحانه وتعالى لو جعلي هي صلى الله عليه وسلم مقعيد الله بحي مقعيد لو جعلي هي الله سبحانه وتعالى أتيسد إن الله بحي وحويان إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله ويان عبد الله بلوج عليها ويل هدو قودة شو عبد الله وبحي نبي كان أولها مقعاس ويل شي سمد بو وبحي وعبد الرحمن يا عبد الرحمن وبحي مسلم با حديث كامركا صو صاري سيدوك لي وهيب سحابي قال لغو مقعاب زاد في حديث آخر وحو زيادي وأصدقها مقعيض وحا وقرهم بضن حارث قفك إن لو بحي الكاسب ويان فشئ يو نين مركا حوقي سوح كراتانا يقف إن الله بحيو حارث وهمام سيدو كلمك عيدا وحوويان رونتا لغو شيغو قفك هميقا بضان همامنا والله بحيا ها همام بالميمي ويان نين با مركا ويلكيس همامو بحييو مقعي بي كبدل مركا همام بي دحيان همان وروحو مقعي واليها اللي يو مارتي ورمقع مدهي قديسان همام ويان همام ومقع عيدا ورونتا بضان ويان وأقبحها مقع للبح وكوة وقوحنا حرب دقال ويان يومر دعر حربي يدعر تاسها مركا وقدرا مقعية ديانا اللبح المركاس هدي جرينا ولا بدلي كرسول كان صلى الله عليه وسلم وبدلي جري حربي يا مركا مر أو دعر من المركا المرارة لقاكيني حربي كان من المحاربة قف مركا دقال ومكجر ودقال لما يان هلقا إلالي يا مركا دعر إيو إيو دبل إيو مركا وحيابها صودان مارتي ومقعيدة لدون إيو إنانا للبحن أولو الإيو وقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله صلى الله عليه وسلم وحو بدلي الأسماء المكروهة مقعية مركا لكرا صددك مركا مقلام بو بدلي إلى أسماء حسن مقعية ونأكسن بو بدلي فكانت زينب بنت جحش ورسولك حاسكي سيوياني تسمى وحال ومقعابي جري برا لديه جري
فقيل وحلي لمركة تزكي نفسها نفسي ذي مركة طهيرة يسا يؤمان يسا فسماها رسولك وحو أبحيي زينب أي أبحيي وكان يكره صدوك له وحو نعبى رسولك أن يقال إن لده خرج من عندي برة برة أكتيد وكيم ذو مركة وبدلي أو زينب أبحيي وقال للرجل نبا وحو كيري ما اسمك مقعام حويهي قال وحوير حزن مرق باليدها ها مرق لي مركز يوريف سنة إيو وحنو عاسويان قال وحوير رسول صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل باتهي سهل بوبحي وغير اسم عاصية مقع عاصيان مركز وبدلي قبر عاصية الذي هجري فسماها وحكم مقعابي جميلة قرح لي بكم مقعابي وقال للرجل نبا وحكويري ما اسمك مقعام حويهي قال وحوير أصرم إنقق بان أهي أبار باليدها أبارها قال وحوير بل أنت زرعة ها زرعة تهي مركا ها بير لا تهي بير با تهي مركا يميل در يكوتا الله مركا لغن نصو وسمى أرضا مقعبو مركا وسمى وبحي أرضا دل يقال لها لغو مقعابو عفرا دلكي مركا إنققنا او قللنا وحو بحيي خضيرة دولكي عقارنا بو بحيي رسول كينا صلى الله عليه وسلم مركا مقعيد وناكسن هلا لبحو اسماء دو وناكسن عبد الله عبد الرحمن عبد الملك عبد المنان اسماء دو الهي مركا الله تيري محمد احمد حارث حاشر اسماء دو النبي صلى الله عليه وسلم انبياء دو سيدوك المقعيد وضنا وحفي عنين لبحو في صياح الديك والنهيق والنباح أي مركا أبابيهي في صياح الديك ديق دواقيسا والنهيق يدميرك يرتيسا والنباح أيق وعوعذيسي أي مركا أبابيهي وحي لسمين أيو ديق بايري محال لسمين دمير باصدوك لدواقي أيبا مركا وهو هو هتري محال صمين أبو هريرة وحويري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحويري إذا سمعتم هداد مقشان نهاق الحمير دمير كيرتي سداد مقشان سوكي سحون ويان فتعوذوا بالله إلهي وحد كم غنقشان من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم به هداد مقشان هبينك ببضن عيان فإن رأت فإنها محاية لرأت شيطان شيطان بأركتي وإذا سمعتم هداد مقشان سياح الديكة ديق مركا برأرو جنتي سهداد مقشان سياح باليري إلا ديق مركا واختي في عنبو بضنا آداما فسألوا الله من فضله اللهم إني أسألك من فضلك به فإنها رأت محاية لوحي أركتي ملكا ملك بأركتي لبضى حيوان مركا سيدي وكل قدسينه فيري ودمير يدقاق ويان من ملائك بو أركيا من وحو أركيا شيطان أخرجه مركا البخاري ومسلم جابر بن عبد الله وحيري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم هداد مقشان نباح الكلاب إياش مركا عضو هداد مقشان ونهيق الحمير يدمير كيرتي سداد مقشان بالليل بضنا حبيك بيوبدنيهين فتعوذوا بالله منهن إلهي كما قال محاق ملين مركا قفكي قريكو هايستا ها فإنهن محايا لي يرين وحي أركيان ما لا ترون وحدا أركينين بي مركا أركيان ها شيطان بي أركيان ويان أبو داود ومكا حديثك سو صاري في المجلس مجلسك أيو مركا أبابي هاي ماشي لفدي لفريستي مجلس كدويها مجلس خير أما مجلس لكل أمركا أما لقد لغو سميي يوحيابا إله الرال لغوكا أهين هدي ماشا لفريستي ذنب لغو سميي هدام حال أرانيا أبو هريرة وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري من جلس قفك فريستا في مجلس من لفريستو فكثر فيه لغطه أوبط مركا قفكيسا إيو مركا هذا الذي سحن فقال إيه مركا أخريو يرى هذا قبل أن يقوم من مجلسه انتو سنميشي سككع ذلك مجلسك كاسا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن
أستغفرك وأتوب إليك هدو قفك سيدا يرهدو ربي يو أذيغا أنكم مهديي وأنكم نزهي أذيغا ربي يو إله دم بداف من كوي دي سوانا كوسو نغض قفك دور دهو إلا كفر الله له إلهي وغضا فائستغا ما كان في مجلسه ذلك وحاو ميشا كسميي هذا دم بنهدون سمينين أجر بالله قريا بل الله سبحانه وتعالى رحمه سأك وحاو نقبر رجيني ميل بالله فريستي إلهي لما حسن نبي قال لهم صلين معروف لاسم فارين منكر لمن ريبين هذا نمرك دعاء آخر سو ذنب جاجي ودم والله دافي كفارة المجلس والله مك عبا ملك سو الله فدي تنلا آخر يويان طيب حديث يا مكة ترمي بسو صاري وفي حديث آخر أو حاورين يا عائشة رضي الله عنها أنه إذا كان في مجلس خير مجلس كهدوية هي ميل خير مثلا محاضرة ويان درس بالآخرين يي dad ba la ziyaartay oo marka adkaartii lagu soo akhrinayay meesha marka laga kaco qofka duu dhaho subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk xafiiskiisii buu aaday isagoo shaqo xalaal raadsanaya markuu soo kacayo meeshiisa kursigiisa uu kacayo haduu taa akhriyo hadda kaana wuxuu noqonayaa ka taabici lahu qof marka ajirkiisii oo dhan qortay oo marka timbara ku dhuftay iyo stamp قف أجر قعنتي سكو قرطي يقولون نقونا يا قف كدوسي ذا سمية وميل خير مركزكو هذا شو وهذا مركز دعاء آخر السو طيب وإن كان مجلس تخليط ميل مركز كلام وهذا الآن في عن اللغوها اللي أنا مجلس كدوية هاي كان كفارة له دم بيجي سبا لغة ترتري هذا ما يشوف في عنين أجر بضنبو مركزكو هيليا حديث كنسائي باسو صاري مركز وحديث صحيحة أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من قوم قوم مجر يقومون كإستاغي من مجلس ما لفريستو لا يذكرون الله تعالى فيه إلهي أنا كحس إلا قاموا وكإستاغي ماشى عن مثل جيفة حمار دمير بختي بختي يسوك لي ككعيان دكو ديم الفريستان إلهي أنا كحس بركي ككعيان وكان لهم محيئهان يوم القيامة وحين نقوني حسرة إن شاء الله يتوقع عنتي قنين أيان ماشا مركا وأريسا ويان دمار بختيه وكالي بالغاك عيا نعوذ بالله من ذلك مركا وحالة دونة يميل هدي الله فريسلين إلهي الله حسو وذكري جيسا ماشا الله وشيغو أبو داود با مركا حديث كسو صاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحو يري قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من جلس قال ما كان وحيرا إنوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مكة إستاغا من مجلس من لفريسو حتى يدعو بهؤلاء الدعوات وحوق دعين جري دعاء دعانو وحوق دعين جري دعوين كان لأصحابي صحابة وحوق دعين جري مركز رسول كان ملكة كعو تانو وحوق دعين جري وحوق دعين جري اللهم اقسم لنا من خشيتك إلهو اللهم اقسم لنا نقسي من خشيتك عبسيد هذا ما تحول به وحنا كلا دحجلي بيننا وبين معاصيك النجي معاصدة وحنا كلا دحجلي إله مركا تقوى هذا النجسي ومن طاعتك أنا نجسي مركا طاع هذا ما تبلغنا به جنتك وح جنة هذا النجارتين يا ومن اليقيننا يقينتينا اقسم لنا ويانا يقين تحق إذا النجسي ما تهون به علينا وحدشنا نافض ذي مصائب الدنيا الدنيا ذا لباتوين كذا اللي نقف يقين هذه الله سيو وحوغانا إلهي أنه أمي امتحاننا أمي الدنيا ذا أنا أيتها هي قفك مسلم مسلم كا مؤمن كا حبسي سي أن لغو وارين يقين تامر كا مصائب الدنيا بأفضين اللهم متعنا إله أنه قرر حي بأسماعنا مقلياش أنه خير إله ما أن مقلنا وأبصارنا عنده أننا نقرر حي مركا وين أنه وإله خير كلي أنفيرنا وقوتنا أودنا مركا يقودنا نو إلى لي حمنهن نو حذي ما أحييتنا أنت النول نهاي سيأنكو عابنا واجعله الوارث منا ربي وحد كيشا اجعله أي التمتع الراحدات الوارث منا لغد حلو وإلمهني يدك يدن بسوق قارا أما مركا الوارث منا أي أبقيها صحيحة سليمة إلى أن نموت إله مركا قوذا يتمتع عبادة أن كن راحيسان إنه نقول راحي إلا أنك جيريون إنه واجعل ثارنا إله ويال أرقد شدينا على من ظلمنا قفكي نظلمينا ربي يوجد فضوط أنك أرقد أن النوصم
وانصرنا إله نوغا غرغار على من عادانا دتك نلع الليتما ولا تجعل إله هييل مصيبتنا مصيبتنا في ديننا دينتنا هييل إلا دينت مصيبة دي كاقشو وحو قدرا ويا المصيبة في الدين لا تنجبر بيدهان دين تاد هدي كافد نوذو وحويان خيرا بان با دينتي كجرا لبان با قليسا مركا ومركا وحال لهذا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ساسو وقدو عنجري ولا تجعل الدنيا إله هكييل الدنيا دان أكبر همنا وحا أبوين كفكرين وان أسعن إلا وحال آخر إن الله شقيستو الدنيا دان مركا هدات راهضو ان يدون بان كفكري لبان ويان لبان با قاريسا مركا ولا مبلغ علمنا اي علمي جانا الدنيا دان كلية انا كوغارنا ربي وهكييل اللي كان لها ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ولا تسلط علينا إله وهنو سلط من لا يحمنا قفنا نحريسنين إله مركا قفنا قوض بضن وأن حريس نوغلين إله مركا هنو سلط أو هنو صدرين سيدات رسول كنا صلى الله عليه وآله وسلم وقد عين جري الصحابة عبد الله بن عمر الترمذي بمركا حديث سوصار سيدات ولي عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الغضب عربي وحل أورانا يا أيوب أبي هاي قال الله تعالى لو حيري وإما ينزغنك مركوك وسواسي من الشيطان شيطان حقيسة ونزغ وسواس كاقي ماذا فاستعذ بالله لما قنقل إنه هو السميع العليم اللي كان مقلع دعاء ذاتك يوحيكوها الله العليم وأقواش وذي أفعاش وذي قال سليمان بن سورة حيري كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله مركا الله فديي ورجلان يضو لبروه يس تباني إسعاييان وأحدهما متكود قد احمر وجهه وجيب قذوتي وانتفخت أوداجه حلدديسي مرقيقيسي نووتا قمي وصابح عرض درتيت أوداج مركا وعرق في العنق حلد حويا قورتكويا لويا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللو حويري إني لا أعلم وحنقرنا يا أبو يري كلمة كلمة يا هذا لو قالها دوك هذي لها لذهب عنه ما يجد كتق لها وحقوها لي لو قالها دورا لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دورا لها ذهب عنه قفك وكتق لها حناقي ومرقي استاغي ما يجد وحقوها لي مرك قفك دو عروضنا سداسو سمينا يا آيات دا قرآن كأولا أخري ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده شيطان كي وكاتق متفق عليه في رؤية أهل البلاء دتك حنوسا مرك الله أركو دتك الله سبحانه وتعالى وامتحامي دتك عذراء لغو انتحاما قار عقل قوضا يا هوصل عدقاء لغو انتحاما قار حبنها لغو انتحاما مركا أرقنا مركا ميان سؤال كينا إنا ننغو كفي عنه لا أحل ربا إن لدعيستو أبو هريرة وحوير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوير من رأى قفي أركا مبتلى قفل امتحامي أما عذر لقرذي أما جرى قد عذي فقال يرى هذا الحمد لله الذي الله مهدس كالأله عافاني إقا عافيي مما ابتلاك به وحقوق امتحاني وفضلني إقا فضلي على كثير ممن خلق ضد بضنه مخلوقات بضنه أومي تفضيلا فضلت إقا فضلي لم يصيبه قفك ما أصيبه ذاك البلاء لبك ما أصيبه ولقيس علمه سنك مبدعيه فرع عيسى نكم الدعيه بكاساس على الربع الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا الترمذي بالبها صوصاري لمره وما كان تراثا دقف كان ماشي لقى قاري مقرنيسان سدا سو سميي وحنا كو دعي علمه با لقى غلي استغا لقى غلي اديكا لقى مره لو ما درسن وقدرك الهي وحنا امتحان الحمد لله لا اله وشكري في دخول السوق سوق مركا لقلي أيوب أبي هيوحي لأوران لها سوق وميلها بدنا غفلدو إيكا جرتو إلهي لغم حصوين بدن سيدوك لميلها إلهي وقلنا عبي هاي أبغض البلاد إلى الله أسواقها ويا سوقيدو وقلنا عبي هاي محايا لسوقيدة والسكو خياما خيانا كدعا دتكو أسكو دعان عندها لسوقو قبتا إلهي لغم حصو سيدا دات الشيطان كمركا وحودك تعالى كيسو سرتا ميلها إلهي وجعل لي هنا أحب البلاد إلى الله مساجدها ويان حديث صحيح سيدا أورانية قل كان إلهي وجعل لي مسجد كان
ها مركا سوق مركا قشم حاضر نيسا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل سوق قفك سوق قال وملك سو وحلقوا يفسدويا هيا راضو أما هو ينادى فقال يرى هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت إسكا الله وحنا ولي وحنا الدلا وهو حي الله نمنه الويان ولا يموت أنا لمنين بيده قعنتي سي الخير خير في كجرا وهو على كل شيء قدير قفك دعاء هدو أخريو كتب الله له إلهي وحو أقري ألف ألف حسنة كن لغو دفتي ما قوى مليون سماها هل مليون أو حسنة لغو قري ومحى عنه إلهي نوحو كتر تري ألف ألف سيئة هل مليون أو ذنبنا ولغا ترتري ورفع له إلهي قفك وحوصين وكر وقادي ألف ألف درجة هل مليون درجة كرب وقادي الترمذي وحديث كسو صاري مركا دوك سوقي ذا كشقيستا وما سوقها هذا استيج تغيسو ها أداد غاري ودو أما تكشقيسو ماشا مركا شقضا لغا بالآبي مركا تكتدعا ذا أخري تكان هداد ليا ذا هاي مخايدة هداد ليا ذا هاي مركا سوق شب أخري الترمذي وحديث مركا سو صاري meel kasto laga shaqeeysto marka adiga suuq amal ku ah marka aad gashaba ducada akhri oo haa ilmaami xafiisa duu yahay alf alf hasana aya loo qoraya siyana waa laga tirtiri hal milyan oo darajana waa la siinay fi daabati bu ubab yahay daabadi iyo marka markuubkii la fuulay iyo gaadiidkii idha ta'isat idha 'atharat markay gufato haa waxa la sameynayo أما وي عاجزت وي سعون وي سي أبو المليح وحولي عن رجل سوى كورين قال وحويري أبو المليح أما ننك وحويري وكورين كنت وحانها رديف النبي صلى الله عليه وسلم رسول كان وحان لصارنا قاذيد أما هل بو لصارنا نيف قيلة أما فرس بو لصارنا أما وحكالو لصارنا فعثرت مركا وحا قفتي إسلي بريغا ويان ويسن بريغا حتي دابته دابدي سيوسار رسول كان صلى الله عليه وسلم فقلت وحان اريبوي الرجل كاسا اورانيا تعس الشيطان شيطان باهلاك سمي فقال رسول كوحي صلى الله عليه وسلم لا تقل سيدها اوران تعس الشيطان ها اوران فانك اذا قلت داترا تعس تعس الشيطان اما ذلك داترا ارنكا فاذا قلت تعس الشيطان هداترا تعاظم شيطانك وسوينين واسكبرين حتى يكون مثل البيت إلا قرغان وقال إكاد إلا الشيطان واللي أمانو لي مركا أنيغا سبب وها نيف كان إنو كفو أو مركا سنبري رحوض ويقول وحو أرانا يا بقوتي أودي ذان مركا سيدا كسمي لكن قل وحاتر هذا بسم الله ده قاري بكا فريستي مثلا لكتي بكا بنجرتي قاسي بكا دماضي بتري بكا دعي هأوران قاريغا نحنك يا مارك بلايادا مرد ما مسوك حسان دانو واسكتوري دونا بريتان سوق قين بسم الله ده وحلقيا ومركا انو دقاقو إلا الشيطان مركا وفرحيا إلا ان هدا دابد لما راعي وحيابها مركا وانقرانا انو وحيابها للراعو اما بس بعض وضطا اما قاري بعض وضطا فإنك إذا قلت ذلك بسم الله مركا تراغدو تصاغر الشيطان شيطان كي ويران حتى يكون إلا وكن نقضو مثل الذباب دقسيكو كلو نقونايا اما دقسيكو كلو لاكان شيطان مركا ترى هذا تعسنا وسوينين يا غريغو لاكان ابو داود بحديث كسو صاري في من اهدي ابو اباب يا هي قفل وهديهي هديه هديه لو سو هديهي او ودعي له مركا لو دعيهي ما سمينيس هديه لو سو ديرو عن عائشه رضي الله عنها قالت وحيتري أهديت لرسول الله صلى الله عليه أهديت له وحلوسها هديي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاط نفر يا لوس هدي رسول صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحي عائشة الله الله اقسميها عائشة نف كان قيبي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم هو ديقسي ديقسي نوذي سنة رمضان كو آدي أبو بدنا ولي قري سحب مدقان فكانت عائشة عائشة وحي هاي أمنا رضي الله عنها إذا رجعت ويقه بيستيو قبر بي أودي بيستي مركا قبر بي وحي دهيسي لقطان قاد ريركا أوغي كان جي ريركا كالأوغي درسكي قبر دي مركا يسون نقطة عائشة وحي دهيسي إذا رجعت
الخادم تقول وحي أرانيس عائشة ماذا قالوا وردتك هذه يد مركا دوقي سمحي دهن تقول الخادم قبل مركا وحي أرانيس خادمك مركا الذكر والأنثى والغمق عابا الخادم لما أراني الخادم بأل أران لبضوا قالوا قبل وحي تري بارك الله فيكم إله هذين بركي فرين تاسي سفرين مركا سون أديبو أحد إديبتي بارك الله فيكم فتقول عائشة عائشة وحي أراني مركا وفيهم بارك الله إله يجن بركي أبيغو وح بحيي بعد هذا نددك سيد عينيسا دعائي وح بحين بعد غفص وقدري مركا مركا غفة دوها ديت كو صدر وحال ربا بارك الله فيكم إنا ترهضو هداد من قشو مركا فرين تي كو صفرانا وفيكم بارك إذن كان إله يدين بركي لكن مركا إنا ترهضو هداني قبضت كان سيدا أولا قالي عادي إذا سيدا سوح مر يفتو إيو لما ربا ها إخلاص بالربا بارك الله نرد عليهم ونعلنينا مثل ما قالوا وحي رهدين بان مركا كعلنينا بيت العائشة ويبقى ونوهر أجرنا لنا أجر كنا وانلنا مركا أجر كي صدقنا وانلنا هاي هذه يدي آن بحني دعادينا مركا أجر كيدنا وانلنا هاي حديثك أن نسائب صوصاري في عمل اليوم والليلة يكسو صاري رؤية باكورة الثمر مرها سوغو اوضا اوغو هرية مركا سوغو آن مركا لا أركو محال أورانيا في رؤية أركتذي باكورة الثمر تمها مرها مركي كران اوغو هرية سوغو آن مركا لا أركو محال أورانيا قال أبو هريرة رضي الله عنه وحو يري باكورة وحال لها أول شيء وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه بلدها شيغا وحيس اوغو هرية ويان مرها مركي سوغو آن قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس ضدك وحي هايين إذا رأوا مركي أركان أول الثمر مرها مركي سوغو آن أما تمرها أطو أما وحكالي جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أوكين جرنسي وغو دعيو أو بركيو فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك مركو قاضو وحالو كيني وتمرضا قال وحو أرنجري اللهم بارك لنا ربي ونبرك في ثمرنا مرهنا ربي ونبرك وبارك لنا ربي ونبرك في مدينتنا مدينة إله ونبرك مدينة إلا هذا وبركة سنته باعد والرقيس ضدك ذو ونكسنيهن قف في كل انت رسولك صلى الله عليه وسلم مركا مرخاتي النقن دجال سوق مايو عذر رضان مارك infectious disease كالله فافا مدينة يجينا سدوا كلمة جليان رسولك ودعي صلى الله عليه وسلم وبارك لنا ربي ونبرك في ساعنا ساعنا نبرك سوسك ويان وبارك لنا في مدنا مدكننا نبرك شوض ويان ثم يعطيه وحسين يا أصغر من يحضر من الولدان تمرتا أم امرها صباحي المها إلا إن والد كوذي صور راعيا رسولك ملك الله إماضو مركو سيدا ودعي سيدا وقبتو المها يربوسين جريو مركا سيدا سو سمعين جي رسولكنا صلى الله عليه وسلم مركا إلى الله سبحانه وتعالى وحو كسيي وحال الربا هداد بير قبتنا سيدا إنا ودو عيسو إلما هدى يكود شان إنا ودو عيسو فراشين مركا تو يستو إله إنا تكبر إذو ترى إله وحان درنو بركة مسلم بحديثك سو صاري ما يقول قفك وحو أرانا يو في الشيء يعجبه قفك وحا مركا عجب قلي وحو أرانا يو شيء بعد مركا الله يابتي ويخاف عليه العين إشان وقعب صنيو وحباد أركتي الله يابتي الماد أركتي قروح سمحات سمين ها وإن مركا أدو عيسى إلين عين عين توحو ويان حق ويان قال الله تعالى اللو وحو يري ولولا إذ جار آد مركا دخلت قشو واختي آد قشو جنتك بيرتا ذو قلت آتي راهضو ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلهي وحو دونا مركا أهان قوانا مليهن إلا بالله ألم ويه بير تهداد مركا قشو سيدا هداد أوران لهي دلاه وبركين لها ويان مركا قفكو حو أوران أيا ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحكو عجب قلي هداد أركتو ابن عباس وحو يري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العين إشا أثر كذا iyo waxa weeyaan inay dadku qabato xaqun xaq weeyaan oo marka isu dadku way qabata oo qofka waa la cayumi kara walaw kana shay un shay hadu jiro sabiqal qadari qadarka ka hormara shay hadu jiro
لسبقته العين عين تكهر مري لهي شيء قال لكن قدر كهر ريا معنى عين تسيدي قدر انت هاي هدي قدر شيء كهر مر وجري لها عين أي مركا جري لهي مركا عين توائن المها لقم انجليا ورسول كان صلى الله عليه وسلم وكان صوم مرني إلهي إنه مجنجلين جري المهيسة مركا عرورتيسة حسن يا الحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بورنجر مركا عينتي حق ويان أحاديث الرسول كان صلى الله عليه وآله وسلم قاركوض وحيكتو صيان إن يددكو إسئلي سنكران إمام مالك في الموطأ وحوري وحكورين يا عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف نك الله جمع عابو بما علم المحكم إذا قبيسنا يي وح أركي سحابي قال الله جمع عابو عامر بن ربيعة بو أركي سو قبيسنا يا مركز وحوري ولا ما أنت وحوري ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة قط أيوري ولقي وحو يري مانتا جير كان أركي وحكا قرح بدن قف كان سهل من مركز ابن حريف قرح بدن بوها سوى قبي سنة أركي وروحي إن كان قرح بدن سهل مركب ووصو حي رسولك الله شيء صلى الله عليه وآله وسلم رسولك صلى الله عليه وسلم وحو يري أييرا عامر بن الربيعة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم آد بو عن أنتي وحو يري على ما يقتل أحدكم أخاه ولكن محو مركا ولكن ودي ليا ايش مركا وحبيد الشا كده من وحو يري سوق بيسو قعمها صودق مرفقين كصودق اطراف رجليه صودق داخل ازاره مرضي سهو سيد صودق وحي بو سميي كدبنا سهل بعض الشر لو غشب ابن حنيف رضي الله عنه فراح مع الناس ليس له بأسا ماشي بو ككعي منكي سحصنا مركا عين تبقى سيلا يدهي dadku way qabataa ha sidoo kale dadka qaarkii il qabad bay leeyeen marka waa in la ilaaliyo arimaha lagu xijaaba ani nabiga sallallahu alayhi wa sallam sidoo kale waxa laga warinaya qaala inuu yiri idha raa ahadukum ma yu'jibuhu fi nafsihi qofkiin hadu arko marka ma yu'jibuhu fi nafsihi naftiisa wax ajab galiya naftada la yaabta qofka daa uu dhaban kara uu isleysan kara ها نفط هذه هذا وحلاقيها بمرمر هنا عجب يزقل السؤال إلا أذكر الدو إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وماله أما مالك هذي هدو أركو قفك فليبرك عليه اللهم بارك لي الحمد لله رب العالمين اللهم بارك في كد عيسو هذيك لهدو قف مركا إسئلة استمحى له سمين أرنك يا بحين كرا مركا فإن العين عينتي حق ويان عينتي حق ويان وضدك وي قبنا يساويا بارك الله علي ضدك لهذا دركتنا مركا ومالك وضو في عيني هاي ونفط ودي ما أركت الله يافتو يضان أحضرنا يسا بارك الله فيكم حديث ابن السنة بصو صاري في عمل اليوم والليلة وقال أبو سعيد وحير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللي وحوها يتعوذ من الجان شيطانك إله كم قال جري جنك وعين الإنسان يوإنسان كإشي سو مركا كم بغنقل جري حتى نزلت إلا يكسو دكتو المعوذتان قل هو الله يبرب الفلق يبرب الناس سدح ذا مركا يسو دقين فلما نزلتا مركا يسو دقين أخذهما رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم كوا سيقاتيو وتركوا كتقما سواهما وحي كسوهري مركا عين تسيدوك لا دارف تنا كبد بعده قل هو الله إن بدن أخري قف في سدح جار أخري أنا وعلم يديها أجر وحلاسينا يا قرآنك ثلث القرآن بيقول هو الله أودي جنتها سما ثلث القرآن بيقولي جنتها طيب فلما نزلت مركا يسود جين مركا صورة ضها أخذهما رسولك الله بضع صورة ضد أما سدح ذا سوقاتي وترك ما سواهما وحي كسوهرين وكتك حديث الترمذي وصو صاري مركا وحي أبهل اسكو حر سحر ويان لبدا صورة ضد يقول هو الله يانا لا يريسان مركا في الفعل أي أبابي هاي ساداشي وناكساني والطيارة يباسيسي أي مركا أبابي هاي قفك وحلق يا ممرق أركودين وحي أبا باسيستو باسيسي مركا لما جعليستو لما ربو
طيب أبو هريرة وحو يري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله وحو يري لا عدوى عذر لسجد بي مجرو ها ولا طيارة باصيسنا مجرو التشاؤم بشيء عذر لسجد بي مله ها ماشى علماء وحيليهن أرنك رسولك تانا ويري حديثك لو حجر صحيحة ورسولك صلى الله عليه وسلم ويري فر من المجدوم فرارك من الأسد قفت جوذان كقبا كعر سيد اللباح اللوغ عرارو ماشى أن حديث كان نوحو إليه لا عدوى إسو قدبيني مجرته لكن زبا كان نوحان وقاني إن عذر رضا لسو قدبيه وهذا واضح رقتين عذر ربضا قفك وقدبيني ها وين وسك إلاليا وسن مركا قفك هذا وسن ولوانين عذر رضا سعودة إباوله كلا واضح رقتين ولسو قدبين محالة سمين مركا رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا سويري وحال الربا عدوى ذا وحال الربا ومجاوزة المركة العلة من صاحبها إلى غيره هي إسو قدمنتي إن أظهرت إلهي تلا سارتو ها إن إلهي تلا سارتو مجذوم كاللقاء عرارينا وحال وضع التوقي إسك إلال هداد هدي قفك سو مركة أكتا هدي جوغان التراه ما أرقتي إلا عذور ذا قاركوت وحياب إسو قد بياجرة قفو حجر هدا سلامتو عذرك أنا كو قد بنينين لكن لي هي قال ماذا عذر كالوك لقاضى لكن سلامتي إن ألتكتو تا مركا عدوة وحد قاضاني إن أرنك سبب الوجود بي أنا كفو قاتو هاو دواني توقي سجا إلالي سيدوك لا توكل كان وحد سميني كان لسجود بنينين الله إمو سيدا سيليهن مركا لا عدوى ولا طيارة أنا مجر تباصيسي وأصدقها وحا وفي عن الفأل فألقي بأوفي عن صحابة ويويديين وحيدهم قالوا يا رسول الله وما الفأل فألقي محوياي قال وحوير الكلمة الحسنة كلمة وناسنة يسمعها الرجل قفك ومقلي ويان مركا قفك دوجي الرضاها دا لوغو ما شاكيه وحيابه وكان نحيه باسيسي لما ده عذر كان وانا قانا ننهر وانا ذيكي باقول لنتي باقول قف باقول لنتي لغمك علما ده ها قفك والله تقايا مركا لا باس طهور ان شاء الله عافي ماد بان ارقني قف عذر كان كود عايو مركا لما ما نبوك قبوضا ان لده هو لما ربها قفك خلق البالق لنا يا مركا لما ربه الكلمة الحسنة هو يسمعها الرجل بو يرسول كان صلى الله عليه وسلم إلا أن الله يساق عددك دوية وعافية حديث كما كان حديث صحيح ويا طيب أبو هريرة وحوير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك ألا وحوها يعجبه وحا فرح قلن جريو آد ياد وجعل الفأل كلمة وناكسا ها قفك مريبك وكلا ألوغي رهض مركا عافمات قفك جرن وكلا مركا ألوغي رهض مركا واتكسوك عيسى إن شاء الله تعالى الفأل مركا رسولك صلى الله عليه وسلم وجعل عليه سنجري عذر رضا مركا إله لقم انقلو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم عذر رضا حنو ربنا إله وكم انقل جري اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام بك دعي سنجري إله وحكام انقل برص جوذان جنون والي عذر رضا حنو ربنا كام انقل تاسوك دعي سنجري اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواب وكدعو عيسنجر عذر رضو حنوان إله كاما قال يا سيدو قال مركا جودانك إيا عدد إيا وحليه نوحى صدن إيا رمتك إيا دحنونك وعذر رضو مركا قدبويا أخرجه ابن ماجه بمركا صوصاري وقال وحويري سحابك رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ميوى صحابك الأورين إياه رضي الله عنه قال وحويري رأيت في منامي قال وحويري صحابك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحويري رأيت في منامي كردد إذا وحنكو أركي والرياضي كأني أنيقو في دار عقبة ابن الرافع أنيقو جوقنا صحابك عقبة ابن الرافع لقمك عابو أيام الرياضي برسولك صلى الله عليه وسلم وأتينا وحن نولكيني من رطب ابن طاب ابن طاب نك لغو مقعابو تمرتي سي بير بولها تمرة مدينة لغا جعلا آد يا آد مركا لور رادين جري با لو كيان ساسو كر يوضي
riyadii markaa rasuulkeena muxuu ku fasiray, fa awaltu waxaan ku fasiray buu yidhi alrifca fi dunyaa, diinteenna kor inay marayso. intee laga qaatay? raafic, magaca wanaagsan, cuqbat ibn raafic. haa, ibn raafic maadaama ninkaa magaciisa uu ahaa, diinteenna waxaan u tawiiliyey maadaama gurigiisii aan galnay, diinteenna kor inay noqonayso. walcaaqibata lanaa fi laakhira, aakhirana liibaan inayna helayno cirbta fiican. wa ana diinanaa, diinteennana qad taaba, inuu macaanaaday oo diin wanaagsan ay tahay. diinta wanaagana intee laga qaatay? min ibni taab, ninka lagu magacaabo magaciisii. markaa magacyada fiican qof sahal lagu magacaabo hadduu kuu soo galo, iyo qof xarbi lagu magacaabo ama markaa dacar lagu magacaabo way kala gedisan yihiin. haa, adigoo dhib ku jira hadduu qof markaa magaciisu wanaagsan yahay, suhayl uu kuu soo galo, khayr filo. laakiin qof laga cararo haddaad wejigii markaa aada aragtana, riyadii waa noocaas oo kale. xadiidka markaa muslim baa soo saaray rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam, magacyada fiican haddaa sidaasuu ku ta'wiilin jiray in magac fiican lala baxo weeyaan. markaa muslim baa soo saaray markaa xadiidkana waa saxiix weeyaan, fi ru'ya. wa ama tiyaara, tiyarada baasaysigii, faqaala mucaawiyatu bn xakam, wuxuu yidhi radia allahu canhu saxaabiga, qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi, rasuulka allow, minnaa waxaa naga mid ah rijaalun yatatayaruuna, dad wax baasaysta oo baasum ka shaqeeya. maanta oo dhan waxay ka shaqeynayaan wax xun. dad sidaas oo kale soo ma jiraan? laba noolaanayo, meesha waa laga tegi doonaa, maciishada qaali noqon doontaa, sharci lama heli doono, ilmaha sidaanay noqon doonaan. maanta oo dhan waa baas abuur wax daran buu ka sheekeeyay. lama rabo taas oo kale qofka. waxaa la rabaa in dadka wax u fududeeyo, arrimo fiican ka sheekeeya. haa, markasta oo aad ku faraxdo, laakiin nin baa shir qaban ama maanta oo dhan dadku u sheekeyni, ma arrimihii oo dhan inay soo xirxirmeen, adduunyadu waxaa kaaga dhigi, adigana markaa cudur baad ka qaadi. haa, depression baa kugu dhacaya, hadalkuu sheega baad runu qaadanaysa. lama rabo. rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuu diiday markaa. qaala rasuulkeena sal allahu alayh wasalam, wuxuu yidhi nimankan baas abuurada ah oo waxaas um ka sheekeeya, tashaa'amuuna bilashyaa, safar bay u socdaan, waxun buu ka sheekeyn. war meesha ha la aado, ma aragta ha loo guuro, isagii baa maanta dhan ka sheekeyn wixii ka dhacay iyo dadku siday noqdeen buu ka sheekeynaya. qaala rasuulkeena sal allahu alayh wasalam, wuxuu yidhi daaka shay-un yajiduunahu, daaka shay-un, shay weeyaan, tajiduunahu, waad ka helaysaan baasaysiga, fii suduurikum, laabtiinaad ka helaysaan, waswaa shaytaan weeyaane, falaa yasudannakum, waxa aad samaynaysaan yaynan markaa idinka leexinin. nin baa maanta dhan ka sheekeyn, wuxuu dhihi yurub laguma guursado, ilmo laguma dhalo. war hadda yaa yidhi sidaas? haa, qofkii markaasuu konton buu gaari, afartan buu gaari, wuxuu rabaa meel kale, safarkiina uma suurogelayo, iyuu sidaan laguma sameeyo halkaan, waxaan lama sameeyo, lama rabo. daaka waxa weeyaan shay-un tajiduunahu fii suduurikum falaa yasudannakum, yuusan idiin leexin. xadiidkana markaa waa xadiis saxiixa weeyaan, sheekha atharka ayuu kusoo gabagabeeyey. uma tama bixamdi illaahi, mahad alle ayuu kitaabka noogu dhammaaday. ilaahay waxaan ka baryaynaa in kitaabka uu noo barakeeyo qofka soo dhegaystay. annagoo akhrinayna wixii khalad aan samaynay oo min axaadiisi nabiyi iyo tafsiirkii, wixii khalada ilaahay ba waxaan ka baryaynaa inuu nooca fii umaanan qasdin ajarna naga siiyo, annaga iyo waalidiinteenna iyo culummadeenna iyo qofka soon jecelnahayna, ilaahay markaa inuu ajar naga siiyo, ummaddana uu ku anfaco. allahuma qsim lana min khashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna macaasiik wa min taacatika ma tuballiquna bihi jannatak ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب هب لنا من الصالحين
رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يمشون لك إلى الصلاة أو ينكؤون لك عدوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.